السلام عليكم متابعينا. اليوم وصلنا الايباد العملاق اللي هو من شركة اكواس اليابانية. طبعا ايباد بحجم 10 انش. اجى مواصفات كلش حلوة، حجم جدا ممتاز. طبعا بالنسبة لعرض الفيديو يعرض الجهاز بدقة 4K مثل ما واضحة امامكم. هاي بالنسبة للالوان اللي يعرض بها الجهاز. طبعا الوان كلش حلوة. ويجي بسماعتين كلش كبار. ايضا على الجوانب مال الايباد سماعتين كلش كبار، هاي سماعة وهاي سماعة. طبعا بالنسبة للسماعات يجي الجهاز بنظام اندرويد، يتمكن من تشغيل جميع البرامج والالعاب اللي هي من ضمنها ببجي. بالنسبة لكاميرا الجهاز تجي بالوان فول اتش دي مثل ما واضح، الوان كلش حلوة وكلش عالية. طبعا ما مسيطر بالتصوير لان حجم الايباد كلش كبير. بالنسبة للببجي هاي بس ما نقدر نصور بسبب سياسة الخصوصية. برامج تعليمية تقدر تثبت عليه. جهاز دبل كاميرا، ذاكرة الجهاز 16 جيجا بايت عشوائية 2 جيجا بايت. جهاز كاميرا أمامية خلفية. أيضا يشغل السيم كارت لكن مو اتصال، تقدر تستخدم السيم كارت بيانات. حجم الجهاز 10 إنش، يعني كمقارنة ويا الآيباد العادي، وهو حجم الآيباد العادي ويا حجم الجهاز. جهاز ياباني بضمان أسبوع، أي مشكلة أو الجهاز مو أصلي يرجع الجهاز. سعر الجهاز 125,000 والتوصيل مجاني. ويا الجهاز شاحنة أصلية وهيدفون أصلي. ملاحظة بطارية الجهاز 8000 ملي أمبير. وما نسينا الضمان، ضمان أسبوع كامل في حال وجود أي خلل مصنعي. للحجز مراسلة الصفحة.